أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
وإن أسأتم فلا فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو يوم القيامة كتابك.
اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
إن تكون